حدثني عن السبعه وعشرين مليار نعم. انت الان متصدي امام القضاء العراقي ضد مؤسسه ما بها يا اما ولذلك انت الان تقول خلال تسعه اشهر سبعه وعشرين مليار انت الان تبحث عن الضريبه اللي المفروض تدخل للبنك المركزي اللي هي مليار و وخمسين لكن حدثني بالوقائع تدخل لهيئه الجمارك لهيئه الجمارك نعم. هذه السبعه وعشرين مليار اللي طلعت في تسعه اشهر ما هي البضائع التي دخلت؟ ما هي الفواتير التي زورت؟ كم دخل بالضبط منها؟ بالضبط هذا اللي اريد افهمه. هسه المليار لا يسوي شيء قدام السبعة 27 بالضبط هذا نعم بالضبط بالضبط هذا هذا ما اصل الدعوه اي انه انا اريد اعرف انا متولده لدي شكوك ومتولدة لدي قناعات أنه هذه قسم معين من هذه الأموال هو هرب خارج العراق بدون إدخال بضائع بفواتير وهمية أنا طلبت من الادعاء العام والادعاء العام مشكور نحولها إلى محكمة غسيل الأموال أريد أن البنك المركزي يبحث عن هذه الفواتير في المصارف التي اشترت الدولار ويقول لي المصرف مصرف وين وديت الدولار اللي اعطيتك مقابل فاتوره معينه يعني اذا انت قايل انا استورد بمليون دولار هذه الماده المعينه تعال قل لي وين دخلتها ايش وقت دخلتها وايش قد دفعت عليها قمرك اذا اذا ما اثبت المصرف انه هذه البضاعه داخله فمعناها انه هذه الفاتوره مزوره ويجب ان يعاقب المقصر الاليه كلها غلط البنك المركزي لم يقم بواجبه في التدقيق عن صحه هذه الفواتير